الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. تحدثت في المقطع السابق حول الفرضيات الخاصة ببرامج الموهوبين بشكل عام، وعندما نتعامل مع الموهوبين والموهبة وبرامج الموهبة بشكل خاص. الآن سأتحدث لماذا برامج الموهوبين، ولماذا نحتاج برامج الموهوبين في مدارس التعليم العام على وجه التحديد، ولماذا نحتاج برامج الموهوبين في بيوتاتنا أيضا، لماذا نحتاج برامج الموهوبين أن تكون جزءا رئيسا من برامجنا التربوية القائمة، سواء كانت في المدرسة أو في المنزل أو حتى المجتمع ككل. من المقرر في برامج في أدبيات تربية الموهوبين، مجال تربية الموهوبين، أن مناهج التعليم العام لا تتوافق مع قدرات الطلاب الموهوبين العقلية. ودعوني يعني أبدأ في الحديث هذا بقصة. القصة هذه حقيقية لأحد الطلاب الذين قمت بمتابعتهم على مدى زمني طويل، وسأرمز لاسمه بسالم. هو ولدي صورته، لكن لا أريد أن أخرجها في محفل عام بهذا الصورة. سالم تمت متابعته في سن مبكرة، وأخذ تاريخ سجله التعليمي والمنزلي من والدي، لكن وإن كنت بدأت متابعته في المرحلة المتوسطة، لكن معرفتي بوالدي وبتاريخه الأسري قبل ذلك كثير. سالم في سن مبكرة برز من الناحية اللغوية بشكل واضح. في سن 3 سنوات يتحدث بطلاقة، بدأ يعني يقرأ بعض الحروف، بدأ يكون الجمل بشكل جيد، قراءته لا بأس بها، يحب القراءة، واضح عنده ثروة لغوية عالية تبهر من يتحدث معه في هذا السن. في السنة الرابعة من عمره هو كذلك أيضا يتطور تدريجيا، لكنه يفوق قرانه بشكل ملحوظ، ما هو بشكل استثنائي مطلقا لكن بشكل ملحوظ. والديه يعني لديهم معرفة لا بأس بها بالجوانب التربوية، وكذلك هم متعلمين تعليم جيد حقيقة. اعتنوا به في سن مبكرة، دخل المدرسة وهو يعرف جميع الحروف ويعرف جميع الأرقام ويعرف الجمع ويعرف الطرح نسبيا، ويحفظ يعني عدد لا بأس به من سور القرآن الكريم. في تصوركم ماذا سيكون عليه في المدرسة؟ الصف الأول ابتدائي ماذا سيكون؟ شيء طبيعي، سيكون ضيف شرف، لأن الصف الأول الابتدائي عبارة عن تعليم الحروف الأبجدية وقراءة الكلمات وتكوين الجمل التدريجية، وكذلك في بعض أساسيات الحساب هو يعرفها تماما. اكتسب من خبرة الصف الأول الابتدائي أنه ذكي، يسمع في المنزل من والديه أنه ذكي، يسمع في المدرسة من معلمه أنه ذكي. استمر في الصف الثاني ابتدائي لا يجد صعوبة، سالم يحقق أفضل الدرجات 1-1-1-1، وأيضا لا يتطلب منه مذاكرة في المنزل، والمعلم يثني عليه بل يقدمه باستمرار على أنه أفضل طلاب الفصل، ويسمه دائما بأنه ذكي، أنه سالم ممتاز. في المنزل والديه دائما فخورين به ويباهون به، وأيضا لا يشعرون بقلق كثير في المنزل عليه ولا في المدرسة، لأنه لا يستهلك جهد للدراسة. ثالث ابتدائي، رابع ابتدائي، استمر سالم يحقق أعلى الدرجات ويحصل على تقدير عالي من معلميه ومن والديه، لأنه كان أيضا يشارك في الأنشطة،
كان يحقق نتائج جيدة في المسابقات المدرسية وأيضا المحلية، بدأ يظهر بصورة ممتازة على المحيط مدينته. انتقل سالم للمرحلة المتوسطة وهنا بدأت متابعتي له، أيضا كان يحقق نتائج جيدة، بل هو ليست جيدة بل هو في قمة أفضل الطلاب في الصف الدراسي الخاص به. لكن الذي لم يكن يلاحظ أحد أنه لم يكن يبذل الجهد، كان يحقق أفضل الدرجات ويحصل على أفضل الألقاب من معلميه ومن والديه دون أن يحقق ودون أن يبذل جهد كبير. سالم انتقل من أول ثاني ثالث متوسط بهذه الصورة، كل ما يتقدم في المراحل الدراسية ذاكر، لكن مذاكرته محدودة جدا، لديه خاصية التركيز عالية. الذي خاصية التركيز عالية في الصف الدراسي فيفهم ويستوعب ما يقوله المعلم بشكل جيد، ثم المهمات الدراسية أو الواجبات يحلها في المدرسة. بل اكتشفنا فيما بعد أن دروسه ما يأخذ معه كل دروسه، بس فقط يتركها في الدرج المدرسة لأنه يحل الواجبات بشكل كامل. انتقل إلى الصف الأول ثانوي، ثاني ثانوي، ثالث ثانوي، تتحسن قراءاته تزداد المدة التي يبذلها دراسيا، لكنه لا يبذل الجهد الذي يمكن أن يطلق عليه جهد كبير. حقق درجات عالية وحصل على الألقاب التي يريدها، حقق جوائز محلية وأيضا وطنية وهو يبذل جهد يعني معقول نسبيا بالنسبة للزملاء، لكن ليس ذلك الجهد الكبير. سالم تخرج من الثانوية العامة معدله الدراسي مرتفع جدا، نسبته عالية جدا، بل إن اختبار القدرات لديه أيضا مرتفع، أهل لدخول جامعة مرموقة لا أريد أن أذكر اسمها. ودخل هذه الجامعة عن استحقاق بحكم معدل الأكاديمي مرتفع وأيضا درجته في القدرات والتحصيلي مرتفعة. دخل سالم الجامعة في السنة الأولى كان أداءه لا بأس به، في السنة الثانية، في السنة الثالثة قرر سالم الانسحاب من الجامعة. لماذا؟ هل أخفق في الدراسة؟ حقيقة لا. التخصص الذي انتمى إليه سالم تخصص يسمى في المجتمع تخصص نوعي جدا، يتسابق إليه كثير من الأسر قبل الطلاب، يدفعون أبنائهم إليه. سالم كان متميزا في درجاته بل حتى في الجامعة، لكنه لم يكن الأول. كان معدله مرتفع فوق يعني بين قريب من 4 من 5 اللي يحسب على 5 و3 من 4 اللي يحسب على 4 في التقدير الأكاديمي الجامعي، فهو قريب من 4 أي جيد جدا مرتفع. المشكلة سالم يستطيع أن يواصل وينجح ويتخرج، لكنه لم يستطع أن يتحمل هذا الضغط النفسي الشديد الذي يعاني منه. ليس لأنه فقط يحصل على درجة أو درجات يعني ليست كسابقة في الأوائل الطلاب، ولكن والسبب الأساسي لأنه كان يبذل جهدا أكبر مما كان يبذله، ومع ذلك ما كان يحقق الدرجات التي كان يحققها في مراحل سنية الأولى. ماذا حدث لسالم؟ حقيقة سالم لا غبار على قدراته الذهنية، الاختبارات الذكاء الذي عملت له تضعه من أفضل 1% من الطلبة ومن الأطفال الموهوبين على الإطلاق، لم يكن 1 من 1000. عمل له اختبار ذكاء وكسلر، وعمل له رافل، وعمل له أيضا أرورا،
وكلها تثبت درجات عالية في قدراته الذهنية. لكن ماذا حدث لسالم؟ لم يعتد على بذل مجهود في دراسته، وهو ما جعله يحاول يبذل جهد كبير لكنه يمل، يبذل جهد ويمل، يبذل جهد ولا يستطيع أن يواصل، فيبذل جهد وسط ويحقق درجة وسط، لأن الدراسة الجامعية في هذا التخصص النوعي تتطلب جهد أكبر. قضية أخرى، هناك منافسة، لم يكن يلقى منافسة في صفوف الدراسية العادية، كان يحقق الأول، لكن هناك منافسة، أناس متعودين على بذل جهد أكبر ويحققون درجات أعلى. هو لم يكن يبذل جهد. ماذا أصاب سالم؟ أصيب ما يسمى بالكسل الذهني. سالم أصيب بما يسمى الكسل الذهني، لا يستطيع أن يبذل جهد لمدة طويلة نسبيا، يستطيع أن يبذل جهد لمدة قصيرة نسبيا، لكن لا يستطيع أن يبذل جهد لمدة طويلة. فهو والدراسة في هذه الجامعة في هذا التخصص النوعي يحتاج من أن يبذل جهد لمدة طويلة، يعني بالساعات يمكن، وأيضا يبذل نوع آخر من القدرات الذهنية والتحليل والإبداع وغيرها من المهارات البحثية أيضا التي لم يعتدها سالم. اعتاد على الحفظ والفهم وأيضا والإتقان، لكن لم يعتد على البحث العلمي، ولم يعتد على الإبداع وعلى إنتاج الأفكار وعلى النقد الخاص بتحليل المعلومة وغيره. سالم أيضا عانى من قضية الضغط النفسي الشديد، لأنه اعتاد أن يكون في الأول واعتاد أن يبذل جهد قليل، الآن لم يصبح في الأول بل هو في الوسط ولم يحقق درجات عالية، فقرر الانسحاب مع الأسف الشديد، وهو الآن موظف لكن وظيفة يعني متدنية، أو لا أقصد متدنية لكنها ليست بالمستوى القدرة التي يستحقها. أمثال سالم كثير في مجتمعاتنا. ماذا حدث؟ المناهج الدراسية في مناهج التعليم العام لا تحقق التحدي المطلوب الذي يستحث همة سالم ويستحث جهده. ما يقدم للطلاب في صفوف الدراسة العادية يتناسب مع جميع الطلاب، وما يتناسب مع الغالب الطلاب هو في الوسط ودون الوسط. المتقدمين من الطلاب لا يشعرون بهذا التحدي، فهم بذلك يخسرون تدريجيا التحدي الذهني وعضلات الذهن، مثل العضلات الذهنية الذهن مثل عضلات الجسم، لم يمارسها بجهد مستمر تدريجيا تفقد لياقتها وتفقد قوتها. سالم مع الأسف الشديد فقد اللياقة الذهنية، أصيب بما يسمى الكسل الذهني. دراسات علمية موثقة في دول غربية حقيقة تثبت أن ما يقارب من 15 إلى 20% من الطلاب الموهوبين، عفوا، من المتسربين من الدراسة في مراحل دراسية مختلفة، هم من الموهوبين مع الأسف الشديد، يتركون دراستهم الجامعية، هم من الموهوبين. 15 إلى 20% من المتسربين في الجامعات هم من الموهوبين. قضية أخرى، الدراسة لي هنا في المملكة العربية السعودية، 20% من الطلبة الطالبات الموهوبات يعانون من تحصيل دراسي أقل من قدراتهم، و 25% من الطلاب الموهوبين يعانون من تحصيل دراسي أقل من قدراتهم. لماذا؟ لأن المناهج الدراسية التي تقدم لهم، أقصد بالمنهج بمفهومه الواسع في المدرسة، لا يتحدى قدراتهم، لا يتحدى قدراتهم بما يستحثها على النمو وأن تصبح قادرة على التعامل مع تحديات أكثر قوة وأكثر تحديات تحتاج من إلى أن يبذل جهد أكبر ويشعر معها بالمتعة والإنجاز. هذا بشكل عام.
في بالمقابل برامج الموهوبين التي طبقت لهم برامج موهوبين في دول مختلفة منها المملكة العربية السعودية، أثبت أن تنفيذ برامج موهوبين يحقق طلاب موهوبين درجات أعلى أكاديمياً، يحققون ارتفاع دال إحصائيا في مستوى الدافعية، يحققون مستوى دال إحصائيا في تقدير الذات، يحققون مستوى لا بأس به في الرضا عن النفس وأيضا في الرضا عن المجتمع. وبذلك أختم هذا المقطع وهذا اللقاء بأن أقول برامج الموهوبين ليست ترف تربوي وإنما حق تربوي. مناهج الدراسية لا تحقق ما المناهج الدراسية العامة التي تقدم لجميع الطلاب لا تتوافق مع قدرات الطلاب الموهوبين، وقد تؤدي إلى تأثيرات سلبية عليهم بما يفقدهم من متعة التعلم ويفقدهم ويصيبهم بما يسمى الكسل الذهني، بل أن كثير من الباحثين يرى أن قدرات الطلاب الموهوبين في الصفوف الدراسية العادية لا تستحث ولا حتى إلى 50%، بعض القدرات التي تتجاوز 145-150 لا يستخدم الطلاب من قدراتهم حتى 80% من هذه القدرات. أرجو أن تكون هذه المقدمات في برامج الموهوبين مستحثة أو تستحثنا جميعا في أن نقدم برامج تتسم بالتحدي لبرامج للطلبة الموهوبين، وأي برامج لا تتسم بالتحدي حتى لو عنونت ببرامج الموهوبين فهي لا تستحق أن تكون برامج موهوبين وتؤدي سلبا على تؤثر سلبا على الطلبة الموهوبين. إلى هنا أتوقف في هذا المقطع، وإلى أن ألقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.